أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، وهذه هي العناوين. لليوم الثاني قست تمنع وصول الطحين والمحروقات إلى مخابز مدينة الحسكة وتحاصر فرن البعث بالقامشلي. بغداد تدعو لتفكيكه، ميليشيا قست تخطف عددا من قاطني مخيم الهول للاجئين شرق الحسكة. إسقاط 8 مسيرات أوكرانية، الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد مقرات قيادة كتيبة دنبر القومية الأوكرانية. تواصل ميليشيا قسد حصارها لمدينة الحسكة وتمنع وصول الطحين والمحروقات إلى مخابز في وسط المدينة، وذلك لليوم الثاني على التوالي مع استيلاء عناصرها على مخبز البعث في مدينة القامشلي، ما يهدد بحرمان آلاف المدنيين من مادة الخبز. حصار جديد تعيشه أحياء وسط مدينة الحسكة مع منع دخول المواد الغذائية واحتياجات الحياة الرئيسية وخاصة الطحين والمحروقات، ما ينذر بأزمة إنسانية لآلاف المدنيين الذين يقطنون هذه الأحياء. فميليشيا قست تمنع لليوم الثالث دخول الطحين والمحروقات إلى مخابز وسط مدينة الحسكة مع استيلاء عناصرها على مخبز البعث في مدينة القامشلي. نحن اليوم لليوم الثالث بدون طحين في الحسكة بسبب هذا الحصار، وهناك حصار أيضا تم على فرن البعث في القامشلي يوم أمس، وأيضا منعوا من تقديم الخبز إلى الأخوة المواطنين رغم أن المخبز يقدم يوميا 30 طن إلى الأخوة المواطنين وفي كل المناطق، ليس فقط في منطقة واحدة، هو يقدم على كافة جغرافيا المحافظة، وخصوصا بعد أن أغلقوا الأفران ومنعوا من تقديم الخبز للمواطنين خارج مناطق سيطرة الدولة. هذا المخبز هو في القامشلي، لماذا يمنع علما أنه كان يخبز كل يوم 30 طن؟ لماذا يمنع الخبز عن المواطنين؟ هل هذا المخبز في عفرين؟ هل المستفيدين منه هم من أتى بهم المستعمر التركي وغير الديموغرافيا في عفرين؟ أبدا، هم في القامشلي وهم من كل الشرائح ومن كل الأطياف، ويجب أن لا تكون هذه الممارسة. وتتذرع الميليشيا بوجود حصار حكومي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وهو ما تنفيه المصادر الحكومية التي تؤكد أن الحياة تمضي على طبيعتها في تلك الأحياء. الحجة التي يقولون أن هناك حصار على الشيخ مقصود، لا يوجد حصار على الشيخ مقصود أبدا، والحياة تسير بشكل طبيعي في الشيخ مقصود وتدخل المواد الغذائية بشكل طبيعي، ولكن في بعض الأفران غير المرخصة في الشيخ مقصود يتم طلب كميات كبيرة من الطحين لأفران غير مرخصة التي تقدم من الدولة. هذا الموضوع يعالج حاليا حسب الأنظمة والقوانين النافذة. بعد عام وشهرين تعاود قسد حصارها لأحياء مدينة الحسكة مع تضييق على أحياء في مدينة القامشلي بمبررات غير منطقية، وسط توقعات بوساطة روسية تضع حدا لهذه الممارسات وتنهي الحصار وتعيد الحياة إلى طبيعتها. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة. وزعت مؤسسة الشهيد بدير الزور سللا غذائية لدعم أسر الشهداء، حيث تم توزيع 500 سلة غذائية بمناسبة شهر رمضان على مراحل ضمن مدينة دير الزور وريفها. قمنا بحملة بالعطاء يستمر الوفاء، توزيع أهالي الشهداء 500 سلة غذائية، هي كدفعة أولى وإن شاء الله رح تستمر طيلة شهر رمضان. أطلقت مؤسسة الشهيد حملة بالعطاء يستمر الوفاء خلال الربع الثاني لعام 2022 خلال شهر رمضان المبارك. آلية التوزيع والاستهداف على عدة مراحل، المرحلة الأولى ذوي الشهداء اللي هي اليوم، المرحلة الثانية الجرحى والمفقودين،
المسجلين لدينا داخل بالداتا الإغاثية للمؤسسة. المرحلة الثالثة الأشد فقرا كمان بالداتا المسجلة داخل فرع المؤسسة بدير الزور. ما قصروا معي أبدا أبدا، كل شيء بالرواتب بالعطاء باللاي بطاقات اجي اخذ منهم. مبادرة انسانية واحنا بحاجة لها. مبادرة طيبة ان شاء الله، والله يعطيكم العافية ويوفقكم. وفق الاتفاقات التي طرحتها الدولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، تواصل مراكز التسوية في دير الزور، الرقة وحلب استقبال عشرات المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم من المدنيين والمتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها. بدينا نسوي وضعنا والهون الأوضاع كثير كويسة وتيسير أمور، وندعي كل شباب الوطن ليرجعوا. تسوية والحمد لله صارت وتجربت وصلى شهرين ثلاثة مستمرة. هاي فرصة لكل شريف يرجع على هالبلد، هاي فرصتكم، ونحن ما بنقولكم الأخيرة بس اعتبروها الأخيرة، لأني ما رح تجيكم مثل هيك فرصة لأي إنسان شريف يرجع على هالبلد. جينا ننضم لحضن الوطن، بتمنى من الجميع يجي ينضم لهي التسوية. نشكر شبابهم ما عبصر والله، والله يعطيهم ألف عافية. بدعي كل الشباب سواء كان الحمل وسلاح أنهم يجوا لهالمركز هذا. فيما تجدد الاقتتال بين المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، شهدت مناطق ريف حلب إصابة عدة أشخاص من بينهم إرهابيون بجروح جراء انفجار سيارة في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته. وأفادت مصادر محلية بأن عبوة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد حواجز مرتزقة أنقرة على مدخل مدينة الباب، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص من بينهم عدد من الإرهابيين. دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى تفكيك مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا قسد بالحسكة، واعتبره تهديدا لأمن بلاده القومي بسبب وجود 12 ألف إرهابي بداخله. وفي تطورات المخيم اقتحمت الميليشيا القسم السادس وخطفت عددا من قاطنيه، كما لفتت مصادر محلية إلى أن المخيم يشهد حالة من التوتر والانفلات الأمني زادت وتيرتها في الأيام الماضية، وخاصة لجهة جرائم القتل التي ترتكب في أقسامه، حيث عثر خلال الساعات الماضية على جثة شاب مقتول بعيارات من مسدس كاتم للصوت، وذلك في القسم الرابع من المخيم. زار وزير النقل زهير خزيم مشاريع ربط السكك الحديدية بالمدينة الصناعية بحسياء وإنشاء المرفأ الجاف فيها شرقا في البادية، وذلك في المنطقة الممتدة بين حمص وخنيفيس وشنشار وصولا إلى حسياء. ويؤمن إنشاء مرفأ جاف في حسياء الصناعية على مساحة 903,000 متر مربع تنقل 3 ملايين طن في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 6 ملايين طن في المرحلة الثانية و10 في المرحلة الثالثة. هذا ويعتبر هذا المرفأ امتدادا للمرافئ البحرية ولخدمتها ولكافة نقاط الإنتاج والعمل المختلفة والمرتبطة سككيا، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تخفيض تكاليف إنتاج السلع والمنتجات وتشجيع التصدير بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد. باستخدام صواريخ عالية الدقة وذات مرابطة بحرية، أعلنت الدفاع الروسية تدمير مقر لقيادة كتيبة دنيبر القومية الأوكرانية المتطرفة، وذلك في محافظة دنيبروتسفسك.
وذلك بعدما وصلت مجموعة من المرتزقة الأجانب. بصواريخ جوية عالية الدقة تم تدمير منصات صاروخية من طراز S-300 اكتشفتها وحدات الاستطلاع الروسية في محافظة نيوكاليف وفي مطار تشوفلي العسكري. كذلك أسقطت وسائط الدفاع الجوي 8 مسيرات أوكرانية، فيما استهدف طيران القوى الجو فضائية 86 منشأة حربية أوكرانية. وفي سياق متصل قالت الوزارة إن الحوامات أطلقت نيرانا رشاشة وصاروخية من ارتفاعات منخفضة وهاجمت بصورة ثنائية قافلة لمنظومات آلية ومضادة للجو تابعة للقوات الأوكرانية. كذلك دمرت طواقم حوامات K-52 معدات آلية مدرعة للقوات الأوكرانية. أظهر فيديو عملية اقتحام قام بها عسكريون من لوغانسك لأحد المنازل بعد ورود معلومات عن تجهيز جنود أوكران لعمل استفزازي لاتهام الجانب الروسي بارتكابه، وذلك خلال عملية التفتيش التي عثرت القوات من خلالها على زي عسكري مجهز بشارات روسية وعلى أسلحة وذخيرة. Лучше в ящик лежит, оно безопаснее. Семёрка, вставайте. Металлический, наконец, да? Да. Металлический? Его не надо вскрывать, просто достал с этого и... أذكركم بعناوين الأخبار. لليوم الثاني قست تمنع وصول الطحين والمحروقات إلى مخابز مدينة الحسكة وتحاصر فرن البعث بالقامشلي. بغداد تدعو لتفكيكه، ميليشيا قست تخطف عددا من قاطني مخيم الهول للاجئين شرق الحسكة. إسقاط 8 مسيرات أوكرانية، الدفاع الروسية تعلن تدمير أحد مقرات قيادة كتيبة دنبر القومية الأوكرانية. إلى اللقاء.